السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس؟ بخير. مرحبا بكم في قناة الأستاذة نوال للصالة والخياطة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. كما وعدتكم أنني نحط لكم قواعد ديال المصغرات. إذا دابا غادي نوريكم كيفاش تفصلوا البنيتات الصغار. عندنا تقريبا من 14 سنة حتى 10 سنين، ومن 10 سنين حتى لسنتين أو سنة. اذا غنبداو القواعد عاديين باذن الله بحال الطريقه ديال الكبار ديالنا، الا عندنا واحد الاختلاف في المقاسات، اخذ المقاسات. المقاسات ديال المصغرات كناخذوش الربع حيت البنيتات الصغار ما عندهمش الصدر، اذا تناخذوا الدوره كامله ديال هنا وتناخذوا الدوره كامله ديال الحزام ديالنا. هذا هو الاختلاف. المباقي كناخذو طريقة الكبار، الا التركيز هما ما تناخذوش غير التركيز حيت ما عندهمش الصدر. بلاصه التركيز تناخذو علو الصدر وعلو الحزام. من هنا علو الصدر كنجيبوه من هنا حتى الصدر ديالهم، وعلو الحزام كنجيبوه من هنا حتى التحزيمه ديالهم. اذا غنبداو، انا غنطراسي لكم هنا غادي باش نديرو باش نوريكم كيفاش غادي نبدا لكم بحال القاعده بالكبار باش تعرفوا كيفاش شحال تهبطوا وشحال تدخلوا باش ما تدوخوش. اذا غنبدا لكم بقاعده عاديه باش تفهموا اكثر، يعني انا غندير لكم هذه الطريقه هذه باش تفهموا اكثر واكثر. نسدو الاطار ديالنا كالعاده بحال الطريقه ديال الكبار. اذا بهذه الطريقه غادي نكتب لكم بالاحمر قواعد، غنديرها لكم بالاحمر، معليش ندير لكم بالاحمر. اذا هنا في الكبار تنهبطوا ب 2 سنتيم، اذا في الصغار تنهبطوا بواحد سنتيم. بواحد سنتيم واحد سنتيم اللي عندنا من 10 سنين لسنتين، واحد ونص واحد ونص لمن واحد ونصف كناخدوه من 14 سنة، يعني 13 حتى 10 سنين، حيت حنا عندنا فئتين. الفئة الأولى من 13 سنة إلى 10 سنوات، الفئة الثانية من 10 سنوات إلى سنتين، يعني تحت، أولا بالأحرى غنديرو هنا 8 سنوات إلى سنتين. اذا عندنا فئتين، الفئه الاولى والفئه الثانيه. اذا حنا الفئه الاولى هي من 13 سنه الى 10 سنين ممكن نهبطوا بواحد ونص، والفئه الثانيه من 8 سنين الى سنتين غنهبطوا غير بواحد. اذا من هنا لهنا اما واحد ونص اما واحد. عبار الرقبه، الرقبه شحال كندخلوا الكبار؟ كندخلوا ب 8 سنتيم. اذا هنا في الصغار عندنا فئتين، ممكن اننا ندخلو بستة سنتيم وممكن اننا ندخلو بخمسة سنتيم، يعني ستة سنتيم من 13 سنة الى 10 سنوات، وخمسة سنتيم من 8 سنوات الى سنتين، وتنطراسي بالبيروكي ديالي. اذا الكتاف هو هذا، عندنا الكتاف مقسوم على 2 زائد 1 سنتيم، فنحطوه اليوم هنا. بشحال كنطيح الكتاف ديالي؟ ولكن حتى هو تناخذو بزاوية قائمة، حتى هو تناخذو بزاوية قائمة، وناخذ من هاد النقطة حتى هو زاوية قائمة إلى الأسفل. هاد الزوايا قائمة بجوج كناخذو فيهم الطول ديالنا، الطول ديالنا. حنا في القواعد الكبار كناخذو فيهم الصدر، الحزام، الحوض، كناخذو فيهم جميع العبارات ديالنا. الصغار كذلك غناخذو فيهم الطول، غناخذو فيهم علو، علو الصدر وعلو ارتفاع الصدر وارتفاع الحزام. اذا هنا كناخذو الكتاف ديالنا، في الكبار كنطيحو الكتاف ديالنا بثلاثة سنتيم، ثلاثة سنتيم. اذا في الصغار عندنا ممكن نطيحو باثنان سنتيم، وممكن اثنان ونصف، يعني الفئة الاولى ممكن نطيحو باثنان ونصف، الفئة الثانية ممكن نطيحو ب 2. اذا دا
دابا خاصنا كيفاش نهبطوا للصدر ديالنا. الصدر ديالنا غادي عندنا هنا كناخذوا ارتفاع الصدر، ارتفاع الصدر اللي كناخذوه بهالطريقه ارتفاع الصدر كناخذوه من المنطقه العليا في الكتف حتى للصدر ديالهم. هذاك الشيء اللي لقينا هو اللي كنهبطوا به من هنا لهنا. اذا هنا هيا ارتفاع الصدر، داكشي اللي خديناه هنا تناخدو هنا بنقطتين بنفس الطريقة، إلا أننا هنا في الصدر ديالهم شحال كنخرجو، كنخرجو بدورة دورة الصدر، هما عندهم الصدر مقسومة على 4 زائد 1 سنتيم ديال الخياطة. حنا عندنا دورة الصدر حيت حنا كناخدو ليهم الدورة كاملة، كنقسموها على 4 وكنزيدو ليها 1 سنتيم. داكشي اللي لقينا تنحطوه هنايا. اذا غادي نكمل بطريقتي العاديه جدا. اذا كنجي لهنا لهذا الارتفاع، هذا ارتفاع الصدر تنقسمو على 2 باش حتى هما نخدم ليهم التركيز. كنقسم على 2 وبشحال كندخل هنا كندخلو بواحد سنتيم اللي هم جوج. صافي كنخدم بطريقتي العاديه، كناخذ زاويه قائمه من هنا وكنجي مع هاد 1 سنتيم وكنجي للصدر ديالنا. واحد ملاحظة غادي تلقاو تقريبا كاين البنيتات الصغار اللي كتلقاو قد الصدر قد الحزام، البنيتات الصغار ممكن انكم تلقاو قد الصدر قد الحزام. في هاد الحالة كنزيدو حنا واحد شوية في الصدر، كنزيدو 1.5 سنتيم حتى لجوج سنتيم على حسب لاج باش يبقى لينا داك الفرق ما بين الصدر وما بين الحزام، ولكن ما تنزيدوش في الحزام تنزيدوه في الصدر. ممكن اننا نزيدو في الصدر باش نديرو ليهم حتى هما ديك الدخيله ديال الحزام. اذا ملي نلقاو الصدر قد وقد الحزام نزيدو في الصدر ديالنا من سنتيم حتى لجوج سنتيم ممكن نخدمو عليها. اذا هنا خدينا ارتفاع الصدر اللي خدمنا عليه، عاود كناخد من نفس المنطقه من نفس البلاصه كناخد ارتفاع الحزام. ارتفاع الحزام شحال من وحده كتقول لك واش غناخذو من الصدر لهنا؟ لا، كناخذو من نفس المنطقه ارتفاع الحزام. اذا هنا عاود كناخذو ارتفاع الحزام حتى كنلقاه من هنا، ها هو ارتفاع الحزام. ارتفاع الحزام راه من هنا وحنا جايين به حتى لهنا، يعني هذا ارتفاع الحزام. داكشي اللي لقيناه تنحطوه هنا، عاود كنحطوه هنا، كنخدمو الحزام ديالنا بهاد الطريقة. دورة الحزام مقسومة على 4 زائد 1 سنتيم. إذا وبالنسبة للحوض البنيتات الصغار ما تنخدموش ليهم بالحوض إلا 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 في حالة ما إذا كانت في هاد الفئة الأولى من 13 سنة أو من 14 سنة العشر سنين، كتكون شي بنيته هكا طبيب زغلي بدا شويه ما شاء الله عليها، تناخذ ليها الحوض ديالها، تناخذ الحوض ديالها وحتى هي كناخذ ليها ارتفاع الحوض من هنا حتى للحوض ديالها، وتنعبر من هنا حتى للحوض وكناخذ ليها دوره الحوض مقسومه على 4 زائد 1 سنتيم وكنخدم ليها بالحوض. اما الباقي الكثير الكثير بلا ما نخدموا ليه بالحوض ديالنا. اذا في هذه الحاله كنكونوا كملنا المقاسات ديالنا. اذا كنسدو الجناب ديالنا بهذه الطريقه، اذا اذا جينا الجلال ديالنا، ثاني خصنا نطلعوا في الجلال ديالنا باش نجيبوه داير. شحال كنطلعوا حتى هما على حسب الايفازي ديالنا، الا كان الايفازي كثير راه تنطلعوا ليهم حتى هما ب4 أو 3، ما كانش الايفازي كثير نورمالمون نطلعوا ليهم ب3، اقل من 3 لا يمكن حيت هما لا بدا ما غنكونوا درنا ليهم ديك 40 وما فوق 40 36 حتى هي ممكن نديروها، ولكن هذيك 36 راه بالنسبه لها حتى هي خصك تطلعي ب3 او 4. المهم هنا كيبقى على حساب عرض الجلال، على حساب عرض الجلال. اذا هنا انا غادي نعاود لكم بطريقه بلمسه سريعه، غادي نعاود لكم. اذا من هنا لهنا عبر الرقبه،
عندنا فئتين، الفئة الكبرى، دابا حنا فئة، حنا فئة الصغار، ولكن فيها فئة رقم واحد وفيها فيها فئة رقم اثنين. الفئة رقم واحد أكبر من الفئة رقم اثنين. إذا من هنا لهنا في عوض ما غندخلو حنا الكبار بثمانية، هما تندخلو اليوم في الفئة الأولى بستة، الفئة الثانية بخمسة. باش كنهبط، باش ندور الرقبة ديالي، الفئة الأولى كنهبط بواحد فاصلة خمسة، الفئة الثانية بواحد سنتيم. كنخدم هنا الكتاب ديالي مقسوم على اثنين زائد واحد سنتيم عادي جدا. كناخد زاوية قائمة ديالي، زاوية قائمة ديالي بحال القاعدة ديال الكبار. إذا كنطيح الكتاب ديالي بشحال كنطيحو، كنطيحو إما باثنان ونصف للفئة الأولى، باثنان للفئة الثانية. إذا هنا خاصنا فين نقلبو على خط الصدر وخط الحزام، باش غنقلبو عليهم بارتفاع الصدر كنقلبو عليه، داكشي اللي لقيناه تنحطوه هنا، عاود كنحطوه هنا، من هاد النقطتين تنخرجو بعبار الصدر اللي كنلقاوه بدورة الصدر مقسومة على أربعة زائد واحد سنتيم. إذا حنا كملنا الصدر ديالنا، خاصنا ننزلو للحزام. الحزام ديالنا باش غنلقاو حتى هو بارتفاع الحزام اللي كناخدوه من نفس البلاصة، من هنا حتى الارتفاع الحزام كناخدوه من هنا ومن هنا، ومن هاد النقطتين كنقلب على الحزام ديالي بدورة الحزام مقسومة على أربعة زائد واحد سنتيم. إذا نتمنى أنكم تكونوا شفتوا القاعدة. غادي نحيد القاعدة باش ندير لكم بالكمام، طريقة الكمام. إذا هنا كيف ما شفتوا أنتم خديتوا القاعدة بطريقة مبسطة جدا وسهلة، ما كاينش شي. إذا غنعطيكم الكمام، حتى هما تنديرو ليهم نفس الطريقة ديال الكبار، إلا القواعد هي الطريقة. إذا نفس القاعدة بحال الكبار، إلا القواعد اللي كتصغر مع المصغرات. إذا هنا غناخدو راس الكم، ها هي هنا راس الكم ديالنا، هنا كناخدو عبارة التركيز ديالنا اللي كناخدوه من فوق الثوب بحال الكبار، داكشي اللي لقينا تنحطوه هنايا. تناخدو زاوية قائمة، زاوية قائمة، زاوية قائمة، تنهبطو بها بحال طريقة الكبار، إلا أننا في الكبار بحال كنا كنهبطو، في الكبار كنهبطو بربعتاشر سنتيم. عندنا الفئة الأولى كنهبطو بسبعة سنتيم، والفئة الثانية كنهبطو بخمسة سنتيم ولا ستة سنتيم. كاين صغير اللي غنهبطو بخمسة، واللي كبر منهم شوية كنهبطو بستة سنتيم. كنعاودو نطراسيو من أول وجديد نفس العبار ديالنا، نفس الطريقة ديال الكبار. كنسدو الكم ديالنا بهاد الطريقة، كنسدو الكم ديالنا بهاد الطريقة. إذا هنا غادي نخدمو دابا التركيز ديالنا، التركيز ديالنا تنقسمو هذا على اثنان، هذا كنقسمو على اثنان، وهذا على اثنان. هنا كنطلع بواحد سنتيم، وهنا كنهبط بواحد سنتيم. إذا عندنا واحد سنتيم عوض واحد ونص اللي كناخدو الكبار. ولكن ملي كنجي نبغي نخدم راس الكم ديالنا تنخدمو بالبيستولي. علاش؟ حيت ما دايرش بزاف، هادو غير ديال الصغار، ما ضايرش بزاف، غنخدمو بالبيستولي بهاد الطريقة بحال طريقة الكبار، عادية جدا، عادية جدا. حتى هما ما نديرش القنت وندير التكملة مع الخط ديالي بهاد الطريقة. كنجي الكم ديالي تنقسمو على اثنان، وتندخل هنا بواحد للفئة الكبيرة الأولى، وواحد ونصف، واحد ونصف للفئة الكبيرة، واحد للفئة الصغيرة. يعني وكنجيب نفس الطريقة اللي خدمنا بها الكبار تنخدمو بها الصغار عادي جدا بهاد الطريقة. باش كنخدمو إذا بهاد الطريقة كنكونو كملنا
الكم ديال الصغار ديالنا. غادي نجيو حداه ونديرو القب. طريقة القب غادي نجي هنا وحده وندير لكم القب ديالنا. ها هو القب، هذه زاوية قائمة، هذه زاوية قائمة، هنا جهة متنية، هنا عرض القب، وهنا طول القب. كنجيو هنا كناخدو عبار رقبة الظهر ورقبة الأمام بحال الكبار، تناخدهم من التوب، من التوب. داكشي اللي كناخدو نورمالمون ملي كنسطرو هنا خير هنا كناخدو، هذا هو الأول، هذا هو الأول، هنا عبار الرقبتين، الرقبتين عبار الرقبتين، هذا عبار الرقبتين تناخدوه هو الأول كنكونو عابرينو حاطينو عندنا باش ناخدو عرض القب كبر من عبار الرقبتين بإثنان، ما بين إثنان حتى لأربعة سنتيم. هاد إثنان وأربعة سنتيم غتخدمو بها نتوما على حسب الفئتين بجوج. هنا تنهبطو بواحد زاوية قائمة بحال القب ديال الكبار. حنا في الكبار كنا كنهبطو بستة سنتيم، هنا للفئة الأولى كنهبطو بأربعة وللفئة الثانية نهبطو بثلاثة، ونعاودو نسدو القب ديالنا، نعاودو نسدو القب ديالنا عادي من هنا ومن هنا. كيف قلت لكم يعني أنا ملي كنبغي ناخد القب ديالي كناخد عبار رقبتين هو الأول كنكون حاطاه حدايا، باش ملي ناخد نبغي ناخد عرض القب، عرض القب ناخدو كبر من رقبتين بإثنان حتى لربعة سنتيم، ماشي مشكل باش يجيني القب مقاد ومحدق. كنقسمو على إثنان، هنا كنهبطو بواحد سنتيم وهنا كنطلعو بواحد سنتيم، وتنطراسيو بالطريقة باش كنطراسيو دائما وبطريقة عادية. مهم ضروري نميلوه شوية وكناخدو القب ديالنا بهالطريقة. ودائما كيبقى عندكم نتوما واحد الكماليات كتزيدوها أولا تنقصوها على حسب الأعمار اللي عندكم. مهم هذه هي القواعد وهذا هما الأساس في هذه القواعد. نتمنى أنكم تكونوا توصلتوا بالنتيجة وتكونوا فهمتوا. طبقوا وصيفطوا لي في الخاص الأسئلة اللي ما فهمتوهاش باش نعاونكم ونزيد نفهمكم أكثر وأكثر. أنا حاولت أنني نبسط أقل ما يمكن. كنشكركم على التتبع ديالكم للقناة ديالي، وكان ما تنساوش انكم تابونيو وديروا لي جيم وتضغطوا على الجرس، وهذا هو باش تعاونوا معنا وباش تعم الفائده للجميع، وتخبروا اخواتكم واصدقائكم بالقناه ديالنا باش الفائده تعم الجميع. وشكرا والله يطول عمركم.